السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في أمراض القلب والأوعية الدموية، وما زلنا في عوامل الخطر التي تؤدي إلى الإصابة بها. تكلمنا سابقا عن ارتفاع التوتر الشرياني، وسنتكلم اليوم عن عاملين مهمين جدا، يعني أو عدة عوامل، أهمها السكري والتدخين. طبعا الداء السكري هو المرض الوحيد الذي يطلق عليه في العربية الداء، لأنه ليس مرضا عاديا. نقول مرض القلب، نقول مرض الكليتين، لكن السكري نقول عنه الداء السكري. لماذا كلمة الداء؟ طبعا هي فيها حكمة كبيرة، لأنه الداء هو الذي يصيب، قد يصيب أي عضو في الجسم. طبعا السكري لا يحترم أي عضوا، يعني قد يصيب الكليتين، يصيب العينين، يصيب القلب، يصيب الأوعية الدموية، يصيب كل شيء. طبعا لأنه هو مرض جهازي عام، ضرره لا يقتصر على جهاز واحد. لذلك مريض السكري له معاملة خاصة، له تعقيب خاص، له وقاية خاصة لابد منها. نحن بما أنه عم نتكلم عن أمراض القلب والأوعية الدموية، نتكلم عن الموضوع اللي بيخص أمراض القلب والأوعية الدموية. طبعا مثل ما قلنا، السكري عامل خطر كبير للإصابة في شرايين القلب والشرايين المحيطية، ويزيد من خطورة العوامل الأخرى. يعني وجود سكري مع ضغط يزيد خطورة الضغط، وجود سكري مع عامل شدة نفسية تزيد خطورة الشدة النفسية. مريض السكري بشكل عام من ناحية الوقاية يجب أن يراجع طبيب القلب حتى لو لم يشكي من أي شيء يعزل القلب. هذا إجراء سنوي، يجب أن يفحص القلب ويفحص العينين ويفحص الكليتين، هذا روتيني. مريض السكري يجب أن يكون سكره مضبوطا، بقدر ما يكون السكر مضبوط. طبعا كلمة مضبوط يحددها الطبيب، ليس في القياس البيتي العاجل الذي متداول بين الناس. هذا أصبحت هناك في تحاليل أكثر نوعية كالسكر التراكمي والخضاب الجلوكوزي، وهي تحدد أكثر دقة إن كان السكر مضبوطا أم لا. بقدر ما يكون سكر المريض مضبوط، بقدر ما نؤخر اختلاطات السكري، اختلاطات القلب والأوعية الدموية الناتجة عن السكري. فكل مريض سكري، هل كل مريض سكري سيصاب بالقلب والأوعية الدموية؟ أكيد للأسف سيصاب في مرحلة معينة من حياته، لكن هل قد تأتي هذه الإصابات مبكرا وقد تتأخر جدا؟ هذا الأمر يعتمد على عاملين مهمين جدا. أول عامل، هل المريض السكري هو تحت الكنترول؟ هل هو ضابط سكره حقيقة؟ هذا سيؤخر كثيرا الاختلاطات. الأمر الآخر، هل يوجد عوامل خطورة أخرى لإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؟ لأنه كما تكلمنا السكري لوحده عامل خطر، أما وجود عوامل أخرى سيسرع من الإصابات لأمراض القلب والأوية الدموية لما بتكون عندنا أكثر من عامل. طبعا مريض سكري يجب أن يعالجه طبيب سكري، طبيب غدد وسكري. طبيب القلبية يجب أن يوجه طبيب القلبية أي مريض سكري يأتي عن طبيب القلبية بأعراض قلبية، طبيب القلبية يعالج الأمراض القلبية أو الاختلاطات القلبية الناتجة عن مرض السكري، ويجب أن يوجه مريضه إلى اختصاصي في أمراض القلب، أمراض الغدد والداء السكري. الداء السكري تحتاج إلى أكثر من حلقة، يحتاج إلى كثير من الكلام عنه للأسف، لأنه أصبح منتشر جدا في عالمنا. هناك عوامل خطورة كبيرة نمارسها في حياتنا اليومية ولم ننتبه عليها. السكري يتعلق كثيرا في 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 الوراثة. أي مريض عنده إصابات من الدرجة الأولى في السكري يجب أن يكون مراقب سكره كل فترة، بدون حتى لو لم توجد أعراض عنده. ومن ناحية التدخين، طبعا التدخين يعني تكلم عنه كثيرا وشرح عنه الأطباء كثيرا. ضرره مثبت 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 على الأوعية الدموية، وترك التدخين أيضا فائدته مثبتة. والتدخين ضرره ليس فقط على الأوعية، ضرره أيضا على أمور أخرى كثيرا في الجسم. لذلك إصابات أخرى موجودة في الجسم قد تزيد إصابات التدخين، إصابات القلب الناتجة عن التدخين. فلما بيجتمع ضغط ضغط ارتفاع توتر شرياني، لما بيجتمع معهم ارتفاع سكري ويجي المريض بيدخن فوق هذا الموضوع، طبعا للأسف للأسف الشديد ستكون نسبة الإصابة بأمراض القلب عالية جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.